السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنستكمل فيه شرح ثغرة الـ SQL Injection، وخاصة الجزئية بتاعة الـ Automatic Exploitation الخاصة بجزئية الـ SQL Map. أنا دلوقتي عارف إن أغلبنا خلاص زهق من الـ SQL Map، ولكن الـ SQL Map دي أداة واسعة جدا وفيها حاجات يعني هتدوخ على ما تعملها يدويا، هي بتوفرها لك بطريقة بسيطة جدا جدا جدا، وبتوفرها لك بمجرد سويتش هتكتبه. طيب هنشوفكم طبعا احنا كلنا الكلام ده النهارده. الشرح بتاعنا هيتقسم لاكتر من نقطه. النقطه الاولانيه ازاي ناخد شل على موقع مصاب بثغره الاس كيو ال انجكشن، وفي نفس الوقت هنعرف ايه هي الموانع اللي تخلينا ممكن نلاقي ثغره الاس كيو ال انجكشن ولكن ما نقدرش ان احنا ناخد شل على الموقع. بعد كده هنعرف ازاي اصلا الشل بتشتغل، وازاي الشل بتتاخد على الموقع اصلا، وهنكتب شل عشان نعرف الكلام ده. طبعا هيكون شيل بسيط يعني. وبعد كده هنعرف ازاي اذا كان في بوست داتا ريكويست، البوست داتا ده البارامتر اللي بيتبعت ده كان اساسا مصاب بثغره الاس كيو ال انجكشن، ازاي نستغله لصالحنا، ازاي نستغله ايه لصالحنا. بعد كده بقى طبعا هناخد ازاي نشوف الترافيك اللي رايح والجاي في الاس كيو ال ماب. وده انا بس هاخد فاصل قصير عشان افهمكم حاجه، خاصه للناس اللي هي بتبقى داخله جديده مثلا وعرفت اكتر من معلومه كده. يعني انا كبشر وانت كبشر وغيرنا، اول حاجه لازم تعرفها ان في ناس، او مش في ناس، ده اكيد الناس كلها بتنسى عادي. فلو انت جيت في مره تبحث عن ثغره ونسيت منها جزء، او نسيت ازاي تكتب سكريبت او الى اخره، فدي مش غلط فيك، بالعكس لا ولا قله حتى تمرين، عادي دي بيبقى نسيان. مثال على ذلك، انا كنت بحاول اجرب بيلود معين في ثغره اكس اس، كنت عايز اعمل دوم بيزد اكس اس، ولكن نسيت ازاي انا اقدر املى الصفحه كلها بتكست انا اكتبه بس، ودي طبعا احنا خدناها ايه قبل كده. فطبعا لما اتضايقت شويه حاجه، بالعكس بل بحثت لغايه ما لقيتها. دي اول حاجه. تاني حاجه، مفيش حد عالم، لا كلنا نتفاوت درجة او بتتفاوت درجاتنا في الجهل، فبالتالي محدش علشان اتعلم له اكتر من حاجة ولو قريت 400 كتاب ماشي مازال في حاجات انت ما تعرفهاش. انا بقى قلت الكلام ده ليه؟ لان الغرض من ان انا اشوف الاس كيو ال ماب حاجتين، او اعرف الميكانيزم بتاع الاداة شغال ازاي، واشوف البيلود اللي بتتبعت. طيب انا هشوف البيلود اللي بتتبعت ليه؟ لان من ضمن الكلام اللي قلناه ان محدش عارف كل حاجه، فلما تشوف البيلودز تلاقي مصطلحات جديده، تلاقي اوامر جديده، تلاقي حاجات جديده تبدا تبحث عنها وتكتسب خبره، وفي نفس الوقت تعرف الادفانسد بيلودز بتتكتب ازاي. وفي الاخر خالص هناخد انترو كده لحاجه اسمها التامبرز، ونعرف دي بتعمل ايه ووظيفتها ايه الى اخره. نبدا على بركه الله. في البدايه خالص هنعرف ازاي ناخد شل على موقع، بس قبل ما ناخد شل خلينا بقى نعرف يعني ايه شل، والشل ازاي بيتاخد الى اخره. في البدايه لو جينا نقول مصطلح الشل، فاكننا بنقول ار سي اي. يعني ايه ار سي اي؟ ار سي اي يعني ريموت كوماند اكزكيوشن. طيب ويعني ايه برضو ريموت كوماند اكزكيوشن؟ يعني ببساطه خالص ability to run كوماند، كوماند ريموتلي. يعني ايه بالعربي؟ يعني القدرة على اداء اوامر او تشغيل الاوامر عن بعد. زي ايه مثلا؟ زي دلوقتي لو انا فتحت هنا التيرمينال عندي وكتبت ال اس، عرض لي الحاجات اللي موجودة صح؟ اه بالفعل عرضها لي، بيبقى بس دي كده مش اسمها طبعا ار سي اي، ولكن ديت لو انت قدرت تاكسس على سيرفر، تاكسس على جهاز، ولو كتبت مثلا امر وليكن ال اس، لو كان داير، لو كان اي حاجه من دي ماشي، وبالفعل بعد ما انت عملت كده قدرت لازم دي قدرت ان انت تكتب الامر ويطلع لك اوتبوت، بس ده كده ار سي اي، ده شيل سميه زي ما تسميه. حلو قوي. طيب الخطوه الثانيه بقى، يعني ايه ار سي اي على موقع؟ او يعني ازاي برضو؟ لان لسه مش فاهم برضو، انا فاهم سطحي بس كده. في البدايه ار سي اي معناه ان احنا هناخد الشل ده على ايه؟ على باك اند،
هناخده على ايه؟ على باك اند، مش هناخده على فرونت اند. يعني انت اكيد 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 من غير اي تفكير مفيش حاجه اسمها هتاخد ار سي اي على الجافا سكريبت مثلا، لا هناخده على الباك اند. طب ليه هناخده على الباك اند؟ لان الباك اند دي هي السيرفر سايد لانجويج، صح ولا لا؟ صحيح. الار سي اي عفوا الباك اند هي بتكون السيرفر سايد لانجويج، اللانجويج اللي بتتعامل مع السيرفر. حلو. طيب امثله على اللغات دي ايه؟ اي اكس، عندنا البي اتش بي دي تعتبر سيرفر سايد لانجويج، عندنا الاي اس بي، عندنا الاي اس بي اكس، عندنا الجي اس بي وغيرهم بقى. طبعا المفروض انت تبحث عن الحاجات دي يعني، بس انا بديك امثله. حلو. طيب واحد يسال سؤال، هل لو انا معايا شيل بي اتش بي عملت له بقى انت بقى يعني جينيريت بالام اس فينوم بالاس كيو ال ماب الى اخره، المهم انت معاك شيل بي اتش بي وبعد كده اكتشفت ان الموقع شغال بالجي اس بي او الاي اس بي اكس او الاي اس بي، هل اقدر اشغل شيل بي اتش بي ده عليهم؟ قطعا لا طبعا ومن غير اي تفكير. ليه؟ انا دلوقتي لو واحد دخلت على ويندوز وفتحت السي ام دي وبدل مثلا ما اكتب وليكن داير كتبت ال اس، هل هيجي بيطلع لي اوتبوت؟ لا. ليه؟ لان ال اس دي مش من اصل الجهاز، او بمعنى اصح ان ال اس دي مش معرفه نوت اورجنايزد على ايه؟ على الباتش. بينما لو انا جيت هنا في اللينكس كتبت ال اس تشتغل عادي. ليه؟ لانها هي اساسا من اصل نظام التشغيل. وهكذا هنا البي اتش بي بيكتب لها او بيتعمل لها بيلود لوحده، وهكذا الاي اس بي، وهكذا الاي اس بي اكس، وهكذا الجي اس بي. حلو لغايه دلوقتي. طيب ازاي اعمل ديتكت ليه، او بمعنى اصح بقى ايه هي الستبس عشان نكون ماشيين بقى بالفعل ايه بشكل منظم؟ ايه هي الستبس اللي المفروض ان انا هعملها بحيث كده عفوا كنترول سي، ايه هي الستبس علشان اعمل اكسبلويتيشن لثغره الاس كيو ال انجكشن مع رفع البيلود؟ تمام. اول حاجه هنكتب نوت الستبس. تمام كده. تمام. اول ستيب عندي هو لازم اول حاجه خالص اعمل ديتكت، ديتكت سيرفر سايد لانجويج. طيب ودي اعمل لها ديتكت ازاي؟ في البدايه كده لو انا رحت هنا لحاجه زي الاكس بي دبليو اي اللي برضو شرحنا طريقه تثبيته في قسم الشروحات المنوعه على القناه في البلاي ليست، وجيت هنا وعملت افساد للكويري اللي موجود حطيت كده، حلو، طلع لي ايرور. الايرور ده مش مجرد كلام بيطلع وخلاص، لا ركز جدا في الايرور ده. الايرور ده بين لي ان الموقع ده شغال على اس كيو ال ماريا دي بي. هل ده اللي هيفيدني؟ لا ده مش هيفيدني، ده بس هيفيدني في حاله واحده بس. ايه هي الحاله دي؟ وانا بكتب الكويري يدويا. هل لو هبحث مثلا عن الكومنت بيتكتب ازاي في الماريا دي بي وخلاص ده اخره معايا، لكن كباك اند لانجوج مش هو. طيب تعال ندور برضو جواه نشوف هو شغال على ايه، شغال على ايه. لقيته هنا ان هو شغال على بي اتش بي، يبقى انا كده عملت ديتكت. حلو، ممكن اعملها في نوت كده، انا عملت ديتكت للسيرفر سايد لانجوج وهي بالفعل البي اتش بي. حلو كده، حلو قوي. طيب اللي بعده تعال نشوف واحد تاني يقول لي طب انا دلوقتي لو ما طلعليش الايرور ده، ما طبعا حاجه مش منطقيه ان لازم يطلع لي ايرور عشان اعمل ديتكت للباك اند بروجرامنج لانجوج، اكيد في طريقه. هقول له بالفعل في طريقه. يقول لي هي ايه؟ هقول له لو انا مثلا دخلت هنا عندي بلجن جميله جدا اسمها واب الايزر، لو انت جبت البلجن دي وثبتها وخلاص هتلاقيه بيقول لك بروجرامنج لانجويجز. لو جيت هنا يقول لك هو شغال بالبي اتش بي. طيب نروح على موقع زي ايه دوت عشان على اللوكال هوست؟ لا خلاص يا عم، تعال نروح لموقع زي ده ونشوف مكتوب البروجرامنج لانجويج. اقول لك هي بي اتش بي، طبعا هنا ما بيكتبلكش هي باك اند ولا لا، دي حاجات المفروض انت ايه هتكون عارفها يعني. حلو قوي، لغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس وبالفعل عملنا ديتكت للايه؟ للسيرفر سايد لانجويج. تاني حاجه لازم نعملها ان احنا نعمل ديتكت، ديتكت للايه؟ لل ابلود باث. طيب انا او ديتكت اي اني باث، اني باث خليها ايه اني باث. طب دوت ليه؟ انا دلوقتي لما اجي علشان اعمل ابلود لل لو انا هعمله يدوي يعني، لما اجي عشان اعمل الابلود ده لازم اعرف انا عامل له ابلود فين بالظبط، وهل لما انا اعمل له ابلود هل انا هعرف
زي ما تقول كده، هعرف اعمل له اكسس، هعرف اكسس عليه ولا لا. زي ايه مثلا؟ انا دلوقتي هنا مأكسس الهوم دوت بي اتش بي اللي انا فيها دي، تقول لي لا بس ده هنا فوق مفيش هوم دوت بي دوت بي اتش بي. هقول لك طبعا مفيش هوم دوت بي اتش بي، بعض المواقع بتتعمد اخفائه علشان مثلا الاتاكرز ما يفكروش في طرق ليها، او علشان يأمنوا نفسهم اكتر واكتر. ولكن الكلام ده ايه اللي خلاني عرفت ان هو اسمه هوم دوت بي اتش بي؟ اللي تحت هنا، اللي تحت موجود ده اللي هو ايه؟ اس كيو ال اي هوم دوت بي اتش بي. لو هو طبعا كان عامل له بميثود اسمها انكلود هوم دوت بي اتش بي مش عارف ايه، ممكن برضو حتى هنا نعمل كده فيو بيج سورس، عشان برضو يعني اكن انت بتبحث. انا دلوقتي هفكر زي ما انت بتفكر بالظبط، تقول طب ما لو مش مكتوب فوق ما ممكن يكون مكتوب هنا. فانا دلوقتي بفكر زي ما انت بتفكر بالظبط. لو انا هنا جيت وقلت مثلا حاجه زي كنترول اف هوم، ماشي، هتلاقينا في كام هوم موجوده، في أربعة، في فور هومز هنا كده موجودين. تعالى كده نشوف هوم. طبعا هنا هو اداك هوم دوت بي اتش بي ليه؟ لان دوت هنا مديك ايرور يعني المفروض، هنا عشان مديك ايرور. لا انا عايزه من غير ايرور خالص علشان نشوفه وهو على طبيعته. خلينا مثلا نعمل ايه، نروح على من اول وجديد، نقول له في بي سورس من هنا كنترول اف هوم. يبقى هو هنا مش حاطط الهوم دوت بي اتش بي خالص. طيب امتى ممكن يكون حاطه؟ لو هو مثلا عنده فورم، والفورم ده مجرد ما انت تضغط عليه هيوديك للوكيشن. اللوكيشن ده اللي هو اسمه ايه؟ اسمه هوم دوت بي اتش بي مثلا. زي ايه مثلا؟ حاجه تكون موجوده هنا، او مش ممكن كمان مش لوكيشن، لو اتش ريف زي ما هو حاطه هنا كده، هو حاطط لك ايه؟ اكس في دبليو اي، وبعد كده اكس في دبليو اي انستراكشن دوت بي اتش بي. هنا برضو طريقه ثالثه اكتشفناها ازاي نعمل ديتكت للباك اند لانجوج مثلا، حاجه ممكن تفكر فيها علشان لو لا ده نفع ولا ده نفع. تشوف مثلا حاجه زي دي، تشوف السورس كود هل في اي اكستنشن بينتهي باك اند لانجوج زي الانستراكشن دوت بي اتش بي ده، ممكن يكون فيه، فتدور برضو. كل دي طبعا حاجات لازم انت تدور عليها. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها ان انا هقف على طريقه واحده بس، لا 50 طريقه قدامك لازم تفكر فيهم. حلو، احنا دلوقتي خلاص نعمل بقى تاني نفس الايرور ونشوف. حلو، هنا انا طلع لي ايه؟ طلع لي هنا الايرور، وفي نفس الوقت طلع لي معاه شويه باثس كده غريبه. حلو، انا دلوقتي الباث الاقرب ليا او اللي انا شايفه ايه؟ var www html. هل انا شايف html او var او www هنا؟ لا، امال بدات تشوف من اول ايه؟ من اول xva vulnerabilities sqli home.php. حلو قوي، ده معناه ايه؟ ده كده معناه اني انا اقدر اعمل ابلود لايه؟ انا هنا كده اقدر اعمل ابلود للشل بتاعي على الموقع ده من خلال ايه؟ من خلال اني انا اعمل له ابلود على حاجه زي الاس كيو ال اي او الفولنربيلتيز او الاكس بي دبليو اي واشغله. طيب يبقى انا كده عرفت ازاي اعمل ايه؟ اعمل ديتكت لل ابلود باث. طيب بعد كده اعمل ايه بقى؟ write or generate shell. يعني يا اما تكتب يا اما تعمل generate للشل. حلو، طيب تعالى كده الاول نجرب نكتب الشل بايدينا، او نعرف الشل اللي بتكون قائمه على ايه. ده كده simple shell اللي احنا نكتبه دلوقتي ده. لو انا مثلا هنا جيت وعملت سكريبت بسيط بالبي اتش بي، وعملت جوه، عفوا هنا كده غلط، بي اتش بي، وعملت هنا جوه اي حاجه بسيطه كده جدا وجميله اسمها بلتين فانكشن اسمها سيستم. سيستم دي وظيفتها انها تعمل لك اكسكيوت للسيستم كوماندز اللي موجود على السيرفر اللي موجود. اقول له كده سيستم. حلو، وبعد كده هضيف طبعا السيمي كولون في الاخر عشان هي دي بتكون الاند بتاع اي بلتين فانكشن او اي كود انت بتكتبه، هي بتكون السيمي كولون دي في البي اتش بي. طيب بعد كده هحدد له الميثود اللي انا هبعت بيها الريكوست اللي هي هتكون الميثود جيت مثلا. حلو، بعد ما اعمل له الميثود دي هحط له هنا هوت ايه؟ هل هحط له نوت الامر؟ لا مش هحط له نوت الامر. طب ليه مش هحط له الامر؟ بمجرد ما ضفت جيت فانا كده اكن ضفت فاريبل بالظبط. طيب الفاريبل ده فايدته ايه؟ الفاريبل ده كده فايدته ان بمجرد ما انا فوق ابعت ريكوست بالجيت واحط البارامتر اللي انا هكتب اسمه دلوقتي ده، واحط البارامتر اللي انا كاتب اسمه، وبعد البارامتر هخلي الفاليو بتاعته كوماند،
هتتنفذ على طول. واحد يقول لي بس انا كده مش فاهم اي حاجه خالص ولازم تفهمني واحده واحده. هقول لك ماشي. انا دلوقتي مثلا عندي موقع وليكن اسمه www.example.com/users/user.php. حلو. انا عملت ديتكت للسيرفر سايد لانجويج، تمام، وعملت ديتكت للابلود باث، ودلوقتي انا عندي ان انا اعمل جنريت للشيل. حلو. فلازم الاول اعرف حاجتين. ايه هو الريكوست ميثود اللي هبعت بيه الريكوست للسيرفر، والحاجه التانية البارامتر. يعني ايه بارامتر؟ لما انا هنا يكون يوزر دوت بي اتش بي يقول له اي دي ايكوال تو 1 مثلا، ايكوال 1، الاي دي ده اسمه بارامتر، الاي دي ده اسمه بارامتر. فلما هو قال له ايكوال 1 فهو مثلا ممكن يكون دي كويري في الاس كيو ال تقول له سيلكت اول فروم داتابيزز مثلا اي حاجه وير يوزر اي دي ايكوال 1. حلو. انا هعمل هنا بس من غير بقى لا اس كيو ال ولا اي حاجه، انا هعمل هنا ايه؟ كل اللي هعمله هنا لو انا مثلا رفعت ده او هسمي البارامتر بتاعي اللي هنا هسميه شيل مثلا، مش لازم بقى طبعا سي ام دي والكلام ده كله، مش عشان مثلا قرينا توتوريال في مكان معين نمشي عليه، هسمي البارامتر بتاعي شيل مثلا، وانا مثلا رفعته على الدايركتوري اللي اسمه يوزرز ده، وبالفعل الحمد لله نجح الرفع، وانا مثلا سميت الملف بتاعي او السكريبت بتاعي اللي انا عملته بالبي اتش بي ده سميته شيل دوت بي اتش بي، تمام كده، عملت له ريكوست، هيظهر قدامك الصفحه فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه. صح. بس لو انا هنا جيت وعملت علامه الاستفهام دي كويشن مارك وقلت له ان هو تشيل ايكوال، لو قلت له ls هيقوم جاي عامل ايه؟ هياخد الفاليو دي وبدل الجيت والكلام المكتوب ده حرفيا لما يجي يعمل بروسيسنج للكلام ده في السيرفر هيحط هنا ال ls وهيروح للبيلت ان فانكشن. البيلت ان فانكشن هتنفذ اللي مكتوب جواه اللي هو في الاصل ايه؟ ls، وبعد كده هتقوم جايه مرجعها لك الاوتبوت. عايزين نشوف الكلام ده عملي. حلو. انا برضو بحب العملي ما بحبش النظري. لو رحت وقلت بار www html xvwa vulnerabilities ورحت على ال SQLi، انا عرفت الكلام ده منين؟ لان هو ده بالفعل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي واحنا لسه شايفين الكلام ده كله. مش احنا لما هنا عملنا قال لك اهو او SQLi، صح ولا لا؟ صح. وهنا ما عنديش طبعا غير الهوم والاندكس دوت بي اتش بي. لو انا هنا قلت له نانو شيل دوت بي اتش بي وقمت انا جاي ايه نفس اللي احنا عملناه بي اتش بي اهو سيستم، وهنا قلت له اعمل له سيمي كولون، وهنا اقوم انا جاي كاتب له ايه؟ هكتب له هنا مثلا جوه السيستم الريكوست ميثود جيت، وهنا جوه الريكوست ميثود قمت انا جاي كاتب له ايه البارامتر اللي هو هيكون ايه؟ هيكون شيل مثلا، وقلت له كنترول او عشان يعمل له حفظ، نديله البرميشنز بتاعته تشينج مود 777 دوت سوري شيل دوت بي اتش بي. تمام كده، تمام قوي. لو جيت هنا دلوقتي جوه الاس كيو ال اي وقلت له شيل دوت بي اتش بي زي ما قلنا جاب صفحه بيضاء. طيب تعالى بقى دلوقتي اكتب الشيل اللي انا عامله ده، وهكتب له اقول له ايه هو ام اي، جاب لك ايه دبليو 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 داتا، عمل البروسيسنج اللي اتفقنا عليه حتى عشان الواحد يكون عنده باك اند وفرونت اند كده موجودين امامه. لو انا دلوقتي جيت هنا اهو قلت له ايه نانو شيل، حلو، انا دلوقتي دوت بالبي اتش بي تمام. جيت له هنا وقلت له ايه؟ قلت له ان انا عندي بارامتر اسمه شيل. بالفعل انا عندي هنا بارامتر اسمه شيل، قلت له جوه البارامتر ده هكتب هو ام اي، انا دلوقتي كتبت هو ام اي، وبمجرد ما انت تضغط انتر هيقوم هو جاي عامل بروسيسنج في السيرفر اللي هو في الحاله دي الجهاز بتاعي انا، وهيوديه للبلت ان فانكشن، والبلت ان فانكشن هتقوم جاي مرجعه لك الاوتبوت اللي قدامك ده. هي دي فكره الشيل ببساطه جدا. لو انت قدرت تعمل ابلود لحاجه زي كده فانت كده بالظبط خدت شيل على طول من غير ما تعمل جنريت، من غير ما تستخدم اوتوميشن، من غير ما تستخدم اي حاجه. ولكن طبعا دوت مثال سيمبل جدا 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 كمان، لان ده ما يعتبرش الشيل الحقيقي. طيب تعالى كده نشوف الشيل الحقيقي عامل ازاي لما ناخد شيل بي ار سي اي من خلال الاس كيو ال ماب. ولكن كده خلينا في الاول قبل ما ناخد الكلام ده خلينا نعرف لو الداتا كانت في البوست، لان دوت مهم جدا واقول لك مهم دلوقتي. لو الداتا كانت في البوست ازاي اعمل لها انجكشن لو كانت اصلا الاس كيو انجكشن موجوده فيها؟ يعني ايه؟ انا دلوقتي هنا عند السيرش اهو، صح؟
لو انا دلوقتي كتبت له واحد مثلا، ما بيكتبليش الواحد فوق، اكيد طبعا ما بيكتبوش فوق. طيب ازاي بقى اساسا اتاكد ان الكلام ده موجود فعليا؟ يعني انا دلوقتي عملت له هو يعني تخريب للكويري، وبالفعل رجع لي ان هو دي كده هوت ايرور بيزد. طب ليه ما ظهرليش فوق؟ طب ما انا كده هعمل لها حقن ازاي؟ انا كده ما قدامنيش ان احقن لها يدوي. عندك طريقتين، طريقه مفضله وديت اللي انا بحبها، الطريقه التانيه طريقه يعني ممكن تستخدمها، ممكن تستخدمها، مش هقول ان انت ما تستخدمهاش، لا ممكن تستخدمها. الطريقه المفضله واللي انا بحبها اوريها لك الاول عشان برضو تعرف هي مفضله ليه. لو انا هنا جبت الايه او السيب او قبل التيرمينال، خلينا كده الاول نشغل التمبر داتا، وقلت له نوات يس، وجيت هنا مثلا وقلت له اللي هي الكود دي كده حلو، جاب لك ايه؟ جاب لك هنا في الريكوست بادي في السيرش، والسيرش بي ايكوال على طول فاليو، الفاليو ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الكوت اللي انا حطيتها. حلو، انا كده عملت ديتكت للريكوست بارامترز. صحيح صحيح، تعالى برضو عشان نشوفها بالبيرب سويت. لو انا دلوقتي خلاص كده شغلتها بالبيرب سويت، وجيت هنا قلت له برضو نفس الوضع كده، وبعد كده تمام كده تمام. انا دلوقتي بعد ما شفته بالبيرب سويت ولقيت قدامي بالفعل البارامتر هنوت موجود، وهنوت زي ما انت شايف اهوت علامة بيرسنت 27 اللي هي علامة الكود اصلا، ولكن باليو ار ال انكودنج. فدلوقتي انا بالفعل قدرت احدد البارامتر اللي انا لما عملت له افساد للكويري اللي موجودة فيه طلع لي ايرور. انا بمجرد ما عرفته كدهوت خلاص انا كده مش عايز حاجه تانية بالنسبه للطريقه الاولى اللي هي البريفيرد ميثود اللي انا دايما بحب استخدمها. دلوقتي ممكن على طول نفتح التيرمينال ونقول له اس كيو ال ماب داش داش اس كيو ال ماب داش شيل، بعد كده هقول له داش يو. الداش يو ده هيكون اليو ار ال، تمام؟ الداش يو هيكون اليو ار ال، هاخد كده اليو ار ال ده كده اهوت كوبي، وهاجي هنا اقول له بيست. تمام كده تمام. عايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين ناخد او اس شيل، فاقول له داش داش او اس شيل عشان ناخد شيل على الموقع. طيب هياخد شيل ازاي؟ هو مش عارف ازاي اصلا هيدور في البارامترز، هو كل اللي شايفه دايركتوري مش شايف اي حاجه تانية غيره. هقول له داش داش داتا اللي هي الداتا اللي بتتبعت في البوست واللي انا متاكد 100% ان هي مصابه ايكوال ايكوال ايه؟ الداتا دي اسمها سيرش. حلو، والسيرش دي طبعا لازم نتبعها بعلامة يساوي. ليه نتبعها بعلامة يساوي؟ علشان السيرش ده هو الاس كيو ال ماب لما هيجي يجرب هيحط البيلودز ورا السيرش على طول، فما ينفعش ان هو يحطه وما فيش جنبه ايكوال، هيبعت الريكوست ازاي؟ فلازم يحط الايكوال دي. تمام كده تمام كده لغاية دلوقتي تمام. تعالى بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه. حددنا اليو ار ال، حددنا الداتا بوست، حددنا الاو اس شيل. لغايه دلوقتي بقى طبعا احنا مش محتاجين لا نعمل ريترايف لا دي بي اس ولا دي بي اس ولا نعمل دمب للاول ولا اي حاجه خالص. تمام تمام تعال بقى دلوقتي نضغط انتر ونشوف اللي هيحصل. طبعا احنا مش كاتبين داش داش باتش وانا قاصد كده ليه؟ علشان نحاول احنا بقى نفهم ايه اللي بيحصل اصلا. بيقول لك انت ما عندكش اي كوكي خالص، هل عايز تعمل كوكي خاصه بيك؟ هنقول له اه. فبالتالي دلوقتي بعد ما عملنا كده هنقوم جايين ايه؟ هنقوم جايين قايل له اه احنا بالفعل الموقع اللي قدامنا ده عايزين نعمل لنا كوكي خاص بيه علشان نمشي في الموقع ونمشي في التيست اللي بنعمله. تمام، نرجع بقى للتول تاني ونشوف، نقول له يس. تمام، هنا بقى انا ليه قصدت ان انا ما احطش داش داش باتش؟ لان طبعا لازم نكون نفهم احنا بنقول ايه. احنا دلوقتي لازم نفهم احنا بنقول ايه، يعني ايه برضو احنا مش فاهم. انا دلوقتي لما اكون واحد مش عارف اي حاجه عن الموقع بتاعي، في طبعا قدام شويه هنعمل كورس عن الريكون اللي هو بالاخص هيكون تحت مسمى مابينج ذا ابلكيشن، هنعرف ازاي نجيب الباك اند بروجرامنج لانجوج اللي شغال عليه، هنجيب الحاجات دي كلها. فطبعا لما نيجي عشان نشرح الريكون ونشرح الكلام ده كله هنعرف يعني ايه ان احنا نجمع معلومات على الموقع، نجمع سب دومينز، نجمع الاند بوينتس، نعرف يعني اند بوينت، نعرف الموقع الباك اند بروجرامنج لانجوج اللي شغال بيها هي ايه، هنعرف كل الكلام ده. ولكن دلوقتي احنا بنتكلم في موضوع او منطق معين اللي هو ايه، انا دلوقتي لازم افهم كل حاجه. دلوقتي هو بيقول لي الموقع شغال بايه، ايه هو السيرفر سايد بروجرامنج لانجوج، ايه هي الباك اند اللي شغال عليها الموقع الى اخره. فانا طبعا مديك خياراتنا اللي اس بي اس بي اكس جي اس بي بي اتش بي الى اخره. طيب واحد يسالني، طب هو ليه بيسالني عن كل ده؟
ما يعمل اللي يعمله خلاص. اقول لك لا، هو بيسألك لسبب واحد. ايه هو السبب؟ السبب ان هو علشان يعمل كرافت ولا يعمل كود للشل لازم الاول يعرف هو يعمله بلغة ايه. فلو كان الموقع شغال بالجي اس بي يبقى هيعمله بالجافا، لو كان الموقع شغال بالبي اتش بي هيعمله بالبي اتش بي الى اخره. يبقى اذا هو بيسألك عشان كده. احنا طبعا من الطرق اللي اتكلمنا عنها عرفنا انه شغال بالبي اتش بي، فطالما هو الديفولت بتاعه بي اتش بي هنا دوت انتر بس، هنا ادانا الاو اس شيل. تمام كده تمام. لو انا دلوقتي قلت له ال اس هيقول لي هل انت عايز تطلع ستاندرد اوتبوت؟ اقول له يس. ادانا الشيل. حلو كده، حلو وجميل جدا جدا جدا. طبعا انت كواحد شفت ما قريتش اللي مكتوب اصلا ولا اهتميت تقرا، او ممكن تكون قريت، ولكن بما ان انا قريت هنا كاتب لك ان الباك دور بالفعل اتعمل له ابلود، ولكن فين اتعمل له ابلود؟ في الباث اللي موجود قدامك ده، اللي هو حتى هو هنا حاطه لك اهو، محدده لك، هو ده الباث. تمام. دلوقتي بعد ما حطه في الباث ده، قام جاي قال لك ايه؟ calling the OS shell. دلوقتي عمل ريكويست للشيل علشان ايه؟ علشان من خلالها ينفذ لك الاوامر دي. احنا كده لغاية دلوقتي خدنا ايه؟ تعالى كده نشوف. احنا كده وقت لغاية دلوقتي خدنا ازاي ناخد شيل، ازاي الشيل اللي بتتعمل، ازاي نعمل انجكت للبوست داتا لما استخدمنا داش داش داتا. فاضل لنا ايه بقى؟ فاضل لنا ان احنا نشوف الترافيك، نعمل ايدنتيفاي للبيلودز، ونعرف يعني ايه تامبرز. خلينا كده الاول في موضوع ان احنا ازاي نشوف الترافيك. طبعا عشان نطلع من ده بنكتب اكس، طلعنا منه تمام، ننظف كل ده. تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه بعد ما حطينا الداش داش داتا، واللي هو البارامتر المصاب، وحطينا الاو اس شيل تمام عشان ناخد شيل، علشان بقى نراقب الكلام ده كله لازم نكون برضو فاهمين، لان انا ما بشرحش حاجه مبنيه على الحفظ، لازم تكون فاهم. لازم نكون فاهمين ايه؟ انا دلوقتي لو دخلت هنا على الفوكس بروكسي، هتقول لي طب هتخش عليها ليه؟ دي مالها واللي بنتكلم عليه. انا دلوقتي لما دخلت هنا وقت على البيرب علشان اعمل له سيت اب في اول حاجه خالص، في اول حاجه في كورس البيرب سويت، دخلت على الاوبشنز، قال لك ان البروكسي ليسنر موجود على الايه؟ على 127001 على البورت 8080. تمام. فبالتالي هو كده لأي اي ريكوست هيتبعت على 127001 على بورت 8080، اذا فدوت هيعدي على البيرب بروكسي على طول. فلو انا هنا جيت للسايبر عفوا، لو انا هنا جيت للاس كيو ال ماب وقلت له داش داش بروكسي، وقلت له 127001 على البورت 8080، وقلت له كده تمام، هيقول لك ايه؟ انت هنا حطيت البروكسي بطريقه خاطئه، وده صحيح. طب ايه السبب؟ السبب ان انت محددتلوش البروكسي ده شغال على ايه. هو السنتاكس اللي انت كاتبه صح، لكن محددتلوش البروكسي ده اتش تي تي بي ولا اتش تي تي بي اس ولا سوكس 4 ولا سوكس 5. فلازم نحدد له ده، عشان نحدده له هنكتب له انه اتش تي تي بي. طب ليه اتش تي بي مش اتش تي بي اس؟ لان البر مسجلينه ك اتش تي تي بي. تمام كده تمام. ونسينا كمان نحط بقى حاجة، طالما احنا بقينا فاهمين نحط الداش داش باتش باتش كده. تمام. هنا بقى طبعا قام جاي ايه؟ موديك على الشل على طول، وما استفدناش اي حاجة. ليه بقى؟ لان احنا ما شغلناش الانترسبت هنا. نيجي هنا ونشغل الانترسبت. تعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل في الباك اند ورا، وفي الخلفية يعني. في البداية هنا كده الاس كيو ال ماب، تعالى كده هنا الاس كيو ال ماب بعتت ريكويست بسيط بالايه؟ بالسيرش. ليه؟ علشان تتاكد ان البارامتر ده فعلا موجود. حلو. الهوست بقى كان ساعتها ايه؟ 127001. طب ليه الهوست 127001؟ لان بكل بساطه انا هنوت الهوست عندي ماشي هو البروكسي، فعشان كده بعت عليه. طبعا بيقول لك ان ايه؟ ان في كونكشن تايم داوت، فهنعمله فورورد على طول. فورورد تمام. بعد كده قام جاي ايه؟ باعت الكونتنت لينث هنا طبعا زي ما انت شايف كبير 1516 عشان البيلود ده. تمام. زي ما انت شايف ايه، لو انا جيت هنا خدت البيلود ده ككوبي ووديته للديكودر هنا كده وقلت له بيست ديكود، هتلاقيه قام جاي ايه؟ اول حاجه شاف الفايل موجود فين، او هو دلوقتي عمل تحديد للروت دايركتوري اللي هو الفار دبليو دبليو. فهنا
بعد ما عمل تحديد للفار دبليو دبليو قام جاي ايه حاطط قام جاي حاطط نوت كده، ده كده ملف فاضي، ده كده ملف مش موجود، خد بالك اللي قدامك ده كده ملف مش موجود. امال اللي هيعمل، امال هو حاطه ليه؟ هو حاطه نوت عشان يقول لك ان الملف اللي مش موجود ده هيتم وضعه جواه البيلود اللي موجود بالفعل هنا ده. وبعد كده ايه اللي هيحصل بعد كده؟ لو نجحت الطريقه دي هيقوم جاي مفعلها، ما نجحتش مش هيفعلها. فبالتالي جالك ده بيرميشن دينايد. طيب هي هو دلوقتي طبعا عم جاي عامل ايه؟ هو دلوقتي لسه بيجرب برضو يشوف هل البيلود دوت اترفع ولا لا، هل الملف اترفع ولا لا. فهو لغايه دلوقتي ما اترفعش، تمام. قال لك دلوقتي هو بيحاول باليونيون بيز، ولو احنا هنا جينا وقفنا بس شويه هنقدر كده نقرا الكود. قال لك دلوقتي هو قام جاي جايب يونيون اول سيلكت، وقام جاي عامل سيلكت لكل البيلود اللي انت شايفه قدامك ده. طيب تعالى كده نشوف هل دوت هينجح ولا لا. ما نجحش، عشان كده جرب كمان بيلود. قام جاي يشوف ده، قام جاي عامل ايه بقى هنا؟ هنا قام جاي برضو باليونيون سيلكت، حاول بقى يحط ايه، هو حاول ينوت بما انه بيستخدم يونيون بيز، فحاول يلعب على الحته بتاعت الكولومز، ففضل يحط لك زي ما انت شايف كده نل 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 الى اخره، لغايه ما حط اللي بعد النل على طول، ودوت مش هينفع برضو. حلو، تعالى برضو نشوف. هنا بقى هيجرب طريقه بالايه، بالابلود فايل عن طريق استخدام terminated by زي ما انت شايف كده، اللي هو ايه، بيقوم جاي عامل نفس الموضوع الملف ماشي، ويقوم جاي حاطط البيلود اللي هو محوله للهكس ديسيمال اللي انت شايفه هنا قدامك دوت، يقوم جاي حاطه جوه الفايل ويشوف هيشتغل ولا لا. نعمل له فورورد، هنا بيتاكد اذا كان بالفعل تم انشاء الملف ولا لا، بيتاكد كمان مره ولكن في باث مختلف، وهكذا وهكذا وهكذا، في الاخر برضه ما لقوش اشتغل. دلوقتي برضه بيجرب بنفس الطريقة ولكن بسنتكس مختلف عشان يشوف هل هي تشتغل ولا لأ. حلو، اللي هو برضه هنا بيجرب باليونيون اول سيلكت زي ما انت شايف كده. حلو، فورورد ونشوف هنا برضه حاول هنا يلعب على الحتة بتاعت الكولومز اللي هو حاطط يونيون، حاطط دوت يونيون اول سيلكت نل 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 زي ما انت شايف. حلو، قال لك ايه؟ قال لك برضه هو ما قدرش ياخدها، وانا طبعا احنا خلاص عرفنا ان دلوقتي بيتاكد اذا كانت هي موجوده ولا لا. برضه دلوقتي بيجرب بطريقه تانية، اللي هي ايه؟ اللي هي الطريقه اللي هي بيعمل انتو فايل، هيقوم جاي عامل هيحط الكلام ده كله انتو فايل. الفايل دوت اسمه ايه؟ الفايل دوت اللي هو نوت مسميه تي ام بي يو اف اي زد دوت بي اتش بي المهم، وهيحط جواه برضه البيلود اللي حاطه بالاكس ديسمال زي ما احنا عرفنا ولكن بسنتكس مختلف. دلوقتي هو بيتاكد هل هو اترفعه ولا لا، بيتاكد نفس الموضوع. هنا بقى اللي حصل، هنا successfully uploaded. حلو، طيب وبما ان هو successfully uploaded قام جاي هو هنا قال لك ان الريكوست اللي بعد كده اللي هيتبعت او اللي احنا بقى هنعمله هيكون ايه؟ هيكون عن طريق البارامتر السي ام دي. هنروح للباث ده اللي هو اخره زي او اخره في، حتى لو تناوض عشان برضو اكد لك المعلومه، كنترول سي نخليها كده وات كوبي ماشي. هيقوم هنقوم احنا جايين واخدينه، وهنقوم جايين كل لما اليوزر يقوم جاي مثلا كاتب لنا هنا ال اس زي ما هنشوف هيقوم جاي مطبقه. تمام، انا دلوقتي هكتب له ال اس، عمل ايه؟ قام جاي سي ام دي ايكوال ال اس زي ما انا قلت بالظبط. تمام، هنا طبعا عشان هو بيبقى ليه تايم داوت، او عفوا هنا بيبقى فيه بالفعل تايم داوت معين، ما ينفعش ان هو يتاخر يعني. فانا لو انا عملت فورورد على طول فورورد يقوم جاي ايه مرجع لك الاوتبوت. حلو كده، حلو، تعالى نجربه احنا بقى بنفسنا. تعالى لو انا دلوقتي رحت هنا وقمت انا جاي حاطط له ده كده، هيقول لك ايه شويه حاجات كده ومش عارف ايه، والابلود هنا واس كيو ال ماب ابلودر لو انت عايز تضيف تضيف ملفات تانية تضيفها الى اخره. ولكن تعالى بقى دلوقتي لو انا قلت له نوت سي ام دي، سي ام دي ايكوال ال اس، تمام، هتلاقي اللي حصل ايه. تعالى بس كده الاول نجرب كمان حاجه، لو انا هنا قلت له هو ام اي، هتلاقي اللي حصل ايه بقى هنا. اللي حصل هنا ان هو ما بيطبعلكش اوتبوت. طب ليه ما بيطبعش اوتبوت؟ تعال نشوف. اول حاجه السبب بسيط جدا، ايه هو بقى السبب؟ السبب هنا ان اللي احنا فيه ده اصلا مش الشل
واحد هيستغرب يقول لي طب ازاي دوت من الشيل، هقول لك اللي احنا فيه ده مجرد فايل ابلودر. يعني ايه الاس كيو ال ماب؟ لما انت بترفع شيل بتعمل لك بروفايد لسيرفيسز، من السيرفيسز دي ان انت تعمل ابلود لاي فايل تاني انت عايزه على السيرفر اصلا، ودي من الحاجات الجميله جدا اللي في الاس كيو ال ماب. فانا هنا مثلا لو عايز ارفع شيل تاني وتالت واغير الدايركتوري اللي الشيل هيروح عليه مثلا لدايركتوري تاني غير اللي انا موجود فيه ده اقدر، انما الشيل الحقيقي مش اللي احنا فيه ده. امال الشيل الحقيقي فين؟ تعالى كده نبص على الاوتبوت بتاع الاس كيو ال ماب. لو انا مثلا هنا جيت هقول لك ايه، ان الباك دور، خد بالك الفايل ستيجر غير الباك دور، الفايل ستيجر هو اللي انت من خلاله هيتم رفع الباك دور ده اللي هو ايه هنسميه، طيب عشان المصطلحات هنسميه الفايل ابلودر. الفايل ابلودر هو الوقت اللي اترفع اللي احنا فيه ده، انما الباك دور فين؟ الباك دور هو اللي موجود هنا ده اللي هو اللي اسمه ايه اللي هو الاسماء الغريبه ده ايه اللي هو بيكون حاططها اساسا ايه كراندوم كاركترز يعني، او ممكن ما يكونش راندوم، ما ركزتش في الموضوع ده قبل كده. المهم كوبي سيلكشن هنحطه بقى بدل الفايل الستيجر او الفايل ابلودر اللي احنا فيه ده، كنترول زي، هنحط ايه، هنحط الباك دور وهنقول له اوكي مفيش اي حاجه. بس لو انا جيت هنا قلت له سي ام دي ايكوال ال اس هتلاقيه عرض لك كل حاجه، فلو عرض لك بشكل منظم هو بقى طبعا عامل سورتنج وعامل حاجات كتير جوه الشيل. لو انا قلت له مثلا هو ام اي هيقول لك ايه اللي هو ام اي دي مش موجوده ليه، لان انا هنا غلطت في السنتاكس بتاعها، فاكتب له هو ام اي يقول لك دبليو 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 داتا. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا كمان عملنا ايدنتيفاي للبيلود، عرفنا ايه البيلود اللي بتتبعت واللي ما بتتبعتش وازاي نشوفها والكلام ده كله. طيب اخر حاجه بقى عندنا هي هناخد انترو للتامبرز، يعني ايه تامبرز وازاي نشوف التامبرز الى اخره. نقفل بقى دلوقتي الحاجات دي ماشي. عفوا نشوف بقى دلوقتي يعني ايه تامبرز، ونقفل برضو البروكسي. اوكي طبعا هتقول لك تكتب الليس، اقول لك مفيش اوتبوت لان خلاص قفلنا البروكسي، فهنقفل دي كمان. لو انا هنا قلت ايه داش داش تمبر تمبر هيقول لك ايه عايز وان ارجيومنت. طب لو انا هنا قلت له ليست تمبرز هيقول لك هي دي كل التمبرز اللي موجوده. طيب يبقى كده في البدايه خلينا ماشيين واحده واحده. اول حاجه يعني ايه تمبر؟ التمبر ده زي ما تقول كده يعني مديك دوت خيارات تعملها علشان تعمل باس للفاير وول للواف يعني الويب ابلكيشن فاير وول. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي جيت هنا وشفت حاجه زي ايه، خلينا نعمله من اول وجديد عشان نكون مطولين كده. لو انا مثلا لقيت ان هو مثلا يعني مثلا بيعمل ديتكت للكويريز اللي في اللور كيس ويقوم جاي زي ما تقول كده ايه عامل لها اجنور على طول، فبالتالي عندنا هنا هو تامبر اسمه ابر كيس بيعمل ايه، بيعمل عمليه ريبليسمنت لكل الكي وورد اللي بتكتبه. يعني ايه الكي وورد؟ يعني مثلا كده سيلكت ده بلت ان فيرجن ده كده بلت ان ويونيون ده كده بلت ان. لو انت مثلا كنت كاتبهم او مش انت بقى، لو الاداه كانت بتكتبهم كده مثلا ولا حاجه، لا لو انت قلت داش داش تامبر واديته هنا اهوت ان التامبر هيكون الابر كيس دوت مثلا، فهو هيعمل ايه عشان يعدي من الفاير وول؟ هيقوم جاي مخلي اي كي وورد موجود هيكون ابر كيس، فبالتالي لما يخليه ابر كيس يعدي من الفاير وول. ما نفعتش بقى طبعا في حاجات تانية كتير اهوت في اللور كيس، ان انت تخلي بدل ما هم سيلكت، حتى هو هنا اهوت جايبهم لك بالشرح اداه جميله جدا، بدل ما هو سيلكت هيكون سيلكت كده. عندك برضه هو هنا اهوت عنده ويب ابلكيشن فاير وول باي باسنج زي ايه لوافز معينه زي الكلاود، زي الكلاود فلير. هنا بيقول لك ال يو اي انجن اكس، طبعا انجن اكس معروف ماشي، الواف باي باس بتاعه هو هنا وات ايه حاطينه هنا وات برضه في تامبر معين. عندك ايه تاني؟ عندك برضه انا بقى ايه، انا بوريك برضه ان هو في حاجات كتير، في ايه، في حاجات كتير هنا وات زي مثلا الراندوم كومنتس زي ايه مثلا، بدل ما هو يكون سيلكت كده
لا يكتبه له سيلكت كده بحيث ان دوت يكون كومنت، فكده كده الكومنت ما بيتقراش، وده كده مالتي لاين كومنت، فالمالتي لاين كومنت ده اصلا ما بيتقراش. فلما يكون الفاير وول بياخد حاجات معينه يعمل عليها ماتشنج زي كده ما كنا بنجرب نعمل ايفالويت اللي هو كده الايفال ماشي، وكنا بنقسم الالرت مثلا او الكونفيرم او البرومبت كنا بنقسمها لاجزاء جوه البلت ان فانكشن، فهو ده بيعمل نفس الموضوع هنا، بيقوم جاي هو كده كده عارف ان المالتي لاين كومنت ماشي ما بيتقراش. يعني ايه مالتي لاين كومنت؟ يعني لو انا مثلا جيت هنا كده ماشي وقمت انا جاي كاتب ايه ثانيه، يعني لو انا مثلا جيت هنا وعملت كده ده كده اسمه مالتي لاين كومنت، بيكون موجود الشكل ده بيكون موجود في الجافا سكريبت وبيكون موجود في البي اتش بي. لو انا هنا جيت عملت المالتي لاين كومنت ده وكتبت نوي كده اي حاجه اي كومنت عمرها ما هتظهر ابدا. فبالتالي دوت بالنسبه للسيرفر هو راح فين، ده بالنسبه للسيرفر مش متشاف، فبالتالي المالتي لاين كومنت ده بالنسبه للمتصفح بالفعل ده شايف ان في قيم هنا، لكن لما يروح للسيرفر مش هيلاقي، فسيلكت هتنطبق كلها على بعضها، فبالتالي اللي هيحصل ان هو ايه، ان هو يعدي من الفايروول. وهنا طبعا دوت ايه حاجه زي الراندوم كيس اللي هو يخلي مثلا مره الاس كابيتال مره الاي سمول مره ال كابيتال، عشان برضو لو كان بياخد على الحاجات دي وغيرها بقى طبعا، وغيرها وغيرها ان انت تحط مثلا اتش تي تي بي هيدر زي الاكس اور اسمه ده الاكس فوروردد فور وحاجات زي كده، كل ده هنعرفه. ولكن لك ان تعلم فقط ان التامبر هو عباره عن سكريبتات مساعده للهروب من الفايروول. ده كان الدرس بتاع النهارده، آمل إنه يكون بسيط وسهل وعجبكم، عارف إنه ممكن يكون على بعض الناس صعب، في حاجات لخبطت، أي سؤال قولي في الكومنتات وإن شاء الله أجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.